صباح الخير. النهاردة قبل النهاردة الساعة دلوقتي 7:17 بالظبط. هنعمل ايه؟ باخد كده كورس على هاب سبوت سوشيال ميديا، بس كونتنت بقى مخصوص في الكونتنت. واللي مش عارف ايه اللي انا شغال، انا شغال سوشيال ميديا ماركتنج، عشان في ناس بتقول انا لغاية دلوقتي مش عارف انت شغال ايه. ممكن احط لكم لينك كده كورس بسيط من ادراك في الديسكريبشن، وهحط برضو بتاع هاب سبوت ده اللي عايز يعرف المجال ياخد الانترو بتاع ادراك ده، كورس بالعربي كده بسيط وجميل، ويعرفك يعني ايه سوشيال ميديا وازاي تشتغل عليها اصلا. ثم اني بحضر علشان عندي كده ايفنت بسيط الشهر الجاي، فبحضر له. انا اقعد نذاكر كده شوية. في كده ابليكيشن قال لي عليه اسامة جميل جدا، اسمه اب يوسج. الابليكيشن ده بيعرفك انت بتقعد قد ايه على على اي بلاتفورم بقى، ساوند كلاود، انستجرام، يوتيوب، فيسبوك. يعني امبارح قعدت على الفيسبوك 3 ساعات ونص، وعلى اليوتيوب نص ساعة، بس ده مش حقيقي عشان بقعد على اليوتيوب من البي سي، وعلى الماسنجر 15 دقيقة. فاحنا ايه، الاب ده بيظبط لنا حكاية ان احنا وقتنا رايح فين على السوشيال ميديا، وان احنا نحاول نستغل الوقت ده في حاجة ايه اقوى من ان احنا ناخد كورس ونديفلوب اكتر ايه في نفسينا. علشان واحد زي مارك ده بيدخل له في اليوم 4 مليون دولار تقريبا من الفيسبوك، واحنا مش عارف بنضيعه في ايه. زي بان بيحصل لك امراض كده غريبة وانت قاعد على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا، صح؟ ايه بالظبط زي كده يا ابني. طب احنا رايحين فين النهاردة؟ رايحين فين النهاردة؟ نروح التجمع ان شاء الله، هقابل الناس صحابي اللي كنت شغال معاهم في الشركة اللي قبل كده، هنلعب كورة. كان بقالي فترة كده ما بلعبش كورة، بالنسبة ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. كان ربنا قادر يقول ايه، ان الله لا يضيع اجر من امن واحسن عمل، بس هو لا، من احسن عمل. فالراجل اللي اسمه مارك ده كريت هابت في حياتنا بتاخد ان انت اجباري بتفتح الفيسبوك كل يوم. لو انت مش شغال في السوشيال ميديا فبتفتحه كده عادي، ولو شغال غصب عنك بتفتحه عشان ده شغلك، بس خلاص بقت هابت في حياتك ان انت ازاي يجي يوم من غير ما افتحه، ده بيبقى في حاجة غلط. فالراجل ده كان هابت، فالراجل ده اشتغل وتعب علشان كده لقى الامباكت ده، ولقى التأثير الرهيب ده على العالم. زاد ان هو بيقعد يجتهد، ولسه متعلم راجل 6 لغات، ولسه متعلم لغة صينية عشان يدخل مليار تاني للبلاتفورم بتاعته. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيجازي اي واحد بيشتغل عشان ربنا عدل، مهما كانت بقى ديانته. سعيد متأخر للأسف ساعة، سابوني وراحوا السيدة عائشة، الحقهم بقى يا دوبك. عايز لي 5 دقايق ومشتش هدفع بانشمنت، أو هيمشوا يسيبوني. شكرا يا عشان شهوة بس يعني، النوم ده. ألو مين يتصل؟ على طول كده بنقعد حاجات كتير زيها، نقعد نندم بقى دلوقتي، الواحد متضايق أوي. صاحي من الصبح بدري ما كملتش ليه؟ لازم انام الساعة دي. بهدلي يا ابني ازاي هركب فين طيب؟ هدفع اجرة ايه بس؟ عاقبتوني يا ولاد اللذينة؟ انت عاقبوني، دفعوني الاجرة عشان شهوة بس كده، قلت انام ساعة. عقاب عقاب هاري مان. الراجل ده يا جماعة هو السبب في ان انا بطل سكر، بس انا وقعت. سامة بطلش؟ وقعت. انا السبب بطلت. سامة بطلت فترة كبيرة جدا وقعت والله. الويل باور عندي ما الكوميونتي يا جماعه، والله العظيم عشان كل اللي حواليا بياكلوا سكر، بس ما ينفعش برضه يعني، لازم ارجع تاني. ارجع يا ابني. خلاص سيبوني اموت. اوبن ذا دور. وحشتني يا كلب. هو فين يا كلب؟ اهلا. سجرو سجرو. يلا بينا. دان يا دان التصوير حلو يا دان والتصوير جول.
شنو هذا؟ الهدف الثاني. مش تبارك لي تاب كده على البروجكت الجديد وتقول لي بروجكت ايه؟ بين اصحاب شركات زي بعض يعني. يا عم انا لك انا صاحب شركه. يا عم انت صاحب شركه ما تهزرش. انا لك انا صاحب شركه. انا بص حتى مقوقز نفسك و مش مظبط حالك. يا سيمو فاكر يا سيمو القعده دي يا سيمو؟ فاكر يا كابتن بوجي. صورت هنا كام فلوج؟ كتير يا اسطى. حوالي 45 واحد تقريبا صح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت عامل نفسك كده ليه؟ محمد هاني وصل. هو ده يا جماعه الراجل اللي عمل الفيلم معاناه. معاناه فعلا يعني. شفت تاني. الراجل جه يا ابني. نفس اللي ونفس الحاجه. يا ابني يلا الراجل جه. سوداني وفستق لا ما بيحبوش. وبندق. For this capsa شاورما. So dangerous man, so don't try it in home. عرفت انت ساعات كده تخش المطبخ تبقى محتاج ان انت تعمل الحاجات دي كده عشان تحس بالكينونه بتاعت. طيب في انا لما رحت الشركه دي كنت ممكن اقول محمد هي دي الشركه اللي انا مشيت منها هم دول الناس اللي انا سبتهم. عارف انت خدمه ما بعد البيع في برضه خدمه ما بعد الشغل ان انت محتاج ان انت تكيب العلاقه كويسه ما بينك وما بين الناس وان احنا بشكل كبير جدا بنعتمد على الذكريات بتاعتنا يعني احنا اللي بنخليها يا اما كويسه يا اما احنا اللي بنحكم عليها ان هي وحشه. بس في حاجه بقى هو مش هينفع نتكلم عن الموضوع ده في المطبخ يا جماعه احنا هنضطر ندخل في الاوضه عندنا ضيوف. الكلام بقى اللي انا قلته ان احنا متحكمين بشكل كبير جدا ان احنا نخلي الذكرى كويسه او وحشه ده ازاي. نفترض مثلا ان انت رايح تشتغل في شركه معينه او رايح تتقدم لبنت وقلت ان انت بعد ما تشتغل في الشركه دي لمده 4 شهور هتخرج منها متعلم الديزاين وان البنت في خلال 4 شهور انت شايف ان هي فيها حاجات مش شبهك فهتحاول في خلال 4 شهور دي ان انت تخليها شبهك. في حين اخر ان الراجل اللي بيعلمك الديزاين اصلا الهيد بتاع الديزاين اللي في الشركه مش موجود ال4 شهور مش متواجد فيهم وان البنت بصيت بعد 4 شهور لقيتها اتغيرت جزء بسيط وده طبيعي جدا لان لو التغير سهل كان كلنا عملناه مره واحده. وان انت بعد ما خلصت ال4 شهور في الشركه لقيت نفسك اتعلمت جزء بسيط جدا. طب هل انت كده فشلت في التجربه ولا لا؟ بتختلف جدا بقى لما احنا بنبتدي نحط معايير. يعني احنا دلوقتي حطيت المعيار ده ان انا خلال 4 شهور هغير في البنت دي كذا وكذا 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 وفي خلال 4 شهور هتعلم الديزاين. يبقى انا ممكن اكون المعايير اللي انا حطيتها دي اصلا غلط لان الوقت بتاع التغير بتاعها ده ما هياخدش 4 شهور وانت ما عندكش الابيليتي ان انت تتعلم الديزاين في 4 شهور. يبقى هنا المعيار اللي انا حطيته كان هو الاساس في الحكم على التجربه. يبقى انا خليتها يا عم دي تجربه كانت سيئه جدا ده انا فشلت في الشركه دي ده تخيل بعد كل ده ما اتعلمتش الديزاين. لا انت اللي حطيت الوقت ده غلط والمعيار اللي انت حطيته لنجاحك في المكان او في العلاقه كان غلط فبالتالي العلاقه ممكن ما تكونش فشلت. لا معيارك هو اللي فشل. وحاجه تانية هل انت فعلا محتاج ان انت تشتغل دلوقتي وتتعلم الديزاين دلوقتي ولا محتاج تشتغل وتجيب فلوس؟ يعني هل انت محتاج تدخل العلاقه دي دلوقتي مع البنت ولا انت محتاج تستنى شوية لما انت تبتدي تتعرف على نفسك وفي الشخص اللي انت عايزه والحاجات اللي فيه عشان يبقى شبهك فتبتدي تتقدم لحد. هي دي الفكرة ان المعيار بتاعك هو اللي بيختلف المعيار والوقت. هل المعايير اللي انا حاططها للتجربة دي صح وهل الوقت ده مناسب عشان انا ادخل التجربة دي؟ يعني هل كان مناسب ان انا دلوقتي افتح بروجكت مع عمرو واسيب الشركة؟ ان انت مش المشاعر خالص والافكار اللي بتجيلك ان انت فشلت في التجربه بالعكس انت الوعي اللي بتبص على المشاعر. يعني انا من كام يوم كنت خايف اعمل فلوج صح؟ هل انا الخوف؟ هل انا يعني هل انا انسان خايف؟ او هل انا انسان جبان؟ او هل انت شخص فاشل؟ ولا الفشل ده شعور بيجيلنا واحنا بنكرر
هل احنا فعلا الشخص الفاشل ولا لا، هل انا فعلا الشخص اللي بخاف ولا لا، وملناش دعوه بقى بافتراضات المجتمع اللي بتقولك لا يا عم ده انت شخص جبان، انت الراجل المفروض ما يعيطش، في حين ان انت ممكن تبقى محتاج تعيط كراجل. يعني انت مريت بظروف وعندك ضيق شديد جدا ومحتاج تعيط، فانت لو عيطت هتستريح. هل بقى بمفترضات المجتمع عليك ان انت المفروض الراجل ما يعيطش، هل ده لو انت عيطت تبقى مش راجل؟ يعني الافتراضات دي، فاحنا دايما مش المشاعر اللي احنا بنحس بيها. انا مش عارف ايه اللي جاب الحته دي هنا، بس يعني هي كانت فيلينج كده كان لازم اقول. فاحنا فعلا بنحكم كتير جدا على تجارب انها غلط وعلاقات كتير قوي، وبنقعد نندم، وبتسيب بقى اثر سلبي كبير جدا فينا ان احنا نخوض الخطوه دي او اي خطوه شبهها، نبقى خايفين جدا من الخطوه اللي شبهها دي. فلا احنا نشوف احنا فعلا محتاجين ده ولا لا، والمعايير اللي احنا حاطينها دي هتناسبنا ولا لا. كنت عايز اقول حاجه تاني مش فاكر. هو عايز تصور معايا وانتوا تصوروا معايا؟ لا 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 تصوروا معايا زيه اهو. ايه ده ما فيش نور خالص، ما تيجي نطلع قدام في النور ولا كلكم عايزين تصوروا؟ خلاص احنا كده كلنا باينين. لا لا طب انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب؟ اه ايه انت ايه يعني ايه اليوتيوب؟ طيب يعني ايه علي فيديو؟ خلاص احنا كده اتصورنا. مبسوط؟ اه ماشي. اسمك ايه؟ زياد. ماشي يا زياد.